يستمر مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية بفعالياته وأنشطته بمناسبة احتفال مملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية، وتهدف القرية التراثية لتعزيز الهوية الوطنية وإظهار التراث البحريني وتاريخه العريق. القرية التراثية تحتوي العديد من العروض الفنية الشعبية التي تقام للتعريف بالتراث والتاريخ العريق لمملكة البحرين، كما شاركت فرقة اليوالة الإماراتية كعادتها السنوية بعرض مميز للفن الإماراتي الشعبي. والله احنا جايين من دولة الإمارات وجايين نشارككم الاحتفالات، احتفال العيد الوطني عندكم في البحرين. وطبعا أول شيء نقدم أسماء التهاني والتبريكات للملك حمد بن عيسى الخليفة وولي عهده وأهل البحرين أجمع. وطبعا نحن هذه ما بغريبة، يعني احنا ولأهل البحرين أخوان وأهل من الأول مو من اليوم، فحبينا نشارك الفرحة هاي وياهم، وهذه سببيتنا لمملكة البحرين. ويأتي تنظيم مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفال بأصالة وتراث وتاريخ البحرين، حيث تستمر فعالياتها حتى 19 من شهر ديسمبر لعام 2022. كل فرد بحريني وكل فرد محب لأرض البحرين يشعر بالفخر في مثل هذا اليوم لما تحقق من إنجازات. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.